قوي حالي بهالبلد، نتمنى لو ما كانت موجوده، لانه اكيد هذا الشيء بيهدد السلم الاهلي وبيهدد التعايش المشترك بهالبلد. هو بدع للتفاهم والتوفيق بين الطوائف، بس عم تنفرض علي. لا، ما بعتقد انه هو بيكون سبب لحرب طائفيه او مذهبيه بصيدا. نعم، احمد الاسير بده يعمل حرب طائفيه، لانه حزب الله هيك بده، هن نزلوا على شيء. وهذا امبارح اكبر دليل اللي صار بصيدا. هو حاط راس براس حزب الله، وحزب الله مش راح يتركوا، يعني عرفت كيف؟ يعني مش من صالحهم انه تصير حرب اهليه، لان لبنان ما عادش تتحمل حرب اهليه. انا ضد اي حرب مذهبيه باي شكل من الاشكال، ان كانت من اتجاه الشيخ الاسير او حدا تاني. الاسير مش هدفه يعمل حرب اهلي او شيء، الاسير هدفه انه يصلح بهالبلد وعم يساعد الناس بهالبلد. انا لا مع الاسير ولا مع غير الاسير، نحن بالنهايه بدنا نكون ايد وحده بلبنان، نحافظ على السلم الاهلي، ولا مع الحرب لا هون ولا غير هون. انا بعتبر ان الشيخ احمد الاسير عم يجرب يعبر عن موقفه وعن رايه، بس باذن الله ما بتوصل الحرب الاهليه ابدا بين الطائفتين.